السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة اتكلم معاكم النهاردة عن انهيار سلمى الشيمي اثناء المحاكمة وظهور فيديوهات وبلاوي يا جماعة، بجد حاجة لا حول ولا قوة الا بالله. 500 فيلم كانت مصوراهم، وكمان موضوع هروبها لدبي وكانت بتعمل اقامة هناك. هقول لكم تفاصيل اعترافاتها اللي بتقول فيها ان هي اتجوزت اكتر من 14 مرة عرفي، وكلهم رجال الأعمال ما بين الخليج يعني والسعودية والكويت والبلاد دي، يعني اعترافات حاجة صعبة. وأقول لكم اللي حصل النهاردة في محاكمتها. أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، من قيمة 3-4 أيام طلعنا واتكلمنا على موضوع القبض على البلوجر سلمى الشيمي. أولا قبل ما ابتدي، مش أي بلوجر أو مش أي واحدة من اللي شغالين على مواقع التواصل الاجتماعي بيتم القبض عليها، خلينا متفقين اللي بيعمل غلط بياخد جزاؤه. سلمى الشيمي دي يا جماعة بنت اسمها سلمى الشيمي، عندها 20 سنة، الدراسة بتاعتها تمريض. البنت دي فجأة كده لقيناها سابت الكلية وهربت من بيت أبوها وأمها، وعلى فكرة يا جماعة أبوها وأخوها متبريين منها. هربت من البيت وتعرفت على مخرج إعلانات، وهو اللي قال لها أنت عندك إمكانيات، أنت طويلة وعريضة ومش عارف إيه، ده إحنا لو عملنا شوية تعديلات في جسمك وفي وشك هتبي إيه حاجة إيه طلقة. فقالت له خلاص ماشي، انا هعمل اللي انت عايزه. فعلا خلاها عملت 9 عمليات تجميل في وشها وفي جسمها، وشغلها في موضوع الفيديوهات اللي بترقص والاعلانات، وان هي بتعمل اعلانات لعبايات والكلام ده كله ماشي. فجأة ظهرت علينا من 2018 وهي بتعمل سيشن عند هرم سقارة، وتم القبض بعديها لما طبعا اتصورت عند الهرم بلبس فاضح، وكان موضوع معروف والناس كلها عارفة القصة، وهي اتشهرت من بعد الموضوع ده. هي بقى استغلت الموضوع ده زي ما بيقولوا كده أسوأ استغلال يا جماعة، بقت تعمل فيديوهات على التيك توك بقى وتعرض جسمها وتعرض مفاتن جسمها وتصور فيديوهات يعني صعبة، لغاية ما تم القبض عليها أول امبارح بتهمة التحريض على أو نشر الفسق والفجور في المجتمع، وتم القبض عليها وكان المحاكمة بتاعتها النهاردة. هقول لكم في عجالة موضوع القبض عليها، وبعد كده هقول لكم اللي حصل في المحاكمة. بيقول لك أضاف أن الأجهزة الأمنية أوقفت سلمى الشيمي أمس في مطار القاهرة الدولي، هي كانت في دبي ورجع من دبي على القاهرة بعد عودتها من إحدى الدول العربية، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطها على ذمة بلاغات تتهمها بعرض صور ومقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات منافية للآداب. وأوضح مساعد رئيس التحرير اليوم أن سلمى الشيمي قالت أنها تقدم هذا المحتوى بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، وذلك من أجل الأرباح المالية. وأشار أنه بمواجهة سلمى الشيمي أقرت بعرضها صور مقاطع فيديو المشار إليها في إطار زيادة أعداد متابعينا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة القضية. بصوا يا جماعة، بعد بقى ما حبسوا اسمعوا بقى قالت ايه بالظبط وايه اللي اتمسك على تليفونها، واقول لكم برضو ايه اللي حصل في المحاكمة. اللي ظهر على تليفونها 500 فيلم مصوراهم سلمى الشيمي، انتوا فاهمين. بيقول لك كمان ان هي اتقبض عليها في الاسكندريه، هي اصلا عايشه في مدينه نصر في شقه مع امها بس، لكن ابوها واخوها متبريين منها، وكانت في دبي بتعمل اوراق عشان تعمل اقامه في دبي، فكان في اوراق المفروض تنزل تخلصها من مصر فاتقبض عليها في المطار وهي جايه. عندها شقه في البطاش في اسكندريه. بتقول لك يا جماعه ان هي بالظبط القضيه اللي كانت معموله لها او اللي هي محبوسه فيها دلوقتي كانت معموله لها من شهر ونص، كان متقدم بلاغ ضدها. بتقولك ان هي اعترفت انها تزوجت كذا مرة عرفي، اكتر من 13 او 14 مرة، هي مش فاكرة بالظبط. بتقولك كانت بتتجوز رجالة من السعودية والخليج. بتقولك كمان ان هي كانت بتشتغل
في المنصة بتاعتها عشان تتعرف على رجالة كويتيين وسعوديين عن طريق المنصة اللي بتشتغل فيها. هي كانت واخداها زي ايه يا جماعة؟ ستارة، فاهمين يا جماعة؟ شغالة في التيك توك وبترقص وبتعرض ومش عارف ايه، وعن طريق كده بتتعرف على رجالة كويتيين وسعوديين وخليجيين وبيتعرفوا عليها، واوقات كانت بتتجوز منهم عرفي كام شهر وبعد كده تتطلق، وكانت بتاخد منهم مبالغ مالية مهولة. بجد انا بتكلم والمصحف بحكي لكم الحاجات، يعني بجد انا مش مصدق. بيقول لك النهارده قررت محكمه جنح الاقتصاديه بالاسكندريه اليوم الثلاث تحديد جلسه محاكمه البلوجر الشهيره سلمى الشيمي الى جلسه 18 ابريل الجاري للنطق بالحكم على خلفيه اتهامها ببث مقاطع فيديو، انتوا عارفين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يعني ايه فاضحه، وذلك مقابل مبالغ ماليه تتحصل عليها عن طريق تحويلات نظرت لزياده نسب المشاهده. وكانت قد قررت نيابه الاسكندريه حبس سلمى الشيمي بعد القاء القبض عليها، وذلك على ذمه التحقيقات لاتهامها ببث ونشر مقاطع وصور وفيديوهات تثير الغرائز وتسببت في خدش الحياء العام وتعتبر منافية للأداب العامة، وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت قد طلبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقع مع التحفظ على هاتفها لفحص الفيديوهات واتخاذ قرار بشأنها. وبيقول لك جاء ذلك بعد أن رصد الإدارة العامة لحماية الآداب صفحتها يعني انترنت لإحدى الفتيات على الانستجرام والتيك توك، وتم بثها من خلال مقاطع فيديو خدش الحياء العام، وذلك وفقا لما رصدته أجهزة الأمن. زيها زي مودة وحنين حسام يا جماعة اللي كانوا بيشتغلوا وبيعملوا فيديوهات رقص ومش عارف ايه ويغروا ده ويغروا ده، وعن طريق المنصة اللي بيشتغلوا عليها دي كانوا بيتعرفوا على رجالة وبيعملوا علاقات وكان بياخدوا فلوس والكلام ده كله، مش علاقات يعني اللي في دماغكم، ممكن الله أعلم أنا معرفش، بس هما في منهم اللي كان بيتجوز عرفي وفي منهم اللي كانوا بيتعرفوا عليهم كده. حتى سلمى الشيمي اعترفت ان هي اتجوزت اكتر من 14 او 15 مره، بتقول لك انا مش فاكره من كتر اللي اتجوزتهم، وكانت بتتجوزهم مره بتقول لك في زيجه اسبوع ومره زيجه اسبوعين، واكتر زيجه قعدت معاها كانت شهر ونص، وطبعا كان مقابل المال. بجد يعني اعترافات، ده غير الفيديوهات اللي مسكوها على تليفونها، ده غير الكلام اللي اخوها وابوها بيقولوا عليها، يعني حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. قلنا اخره الحرام وحش، اخره ان انت تمشي حرام، اخرك تموتي موته وحشه او تتفضح او تتحبسي، زي انوش وموده الادهم وحنين حسام، وزي اللي معانا دلوقتي سلمى الشيمي. الفلوس نفعتك في ايه؟ عندها اربع او خمس حسابات بنكيه في بنوك متفرقه، لكن الفلوس مش هتنفعها لما تكون مرميه جوه، هتدفعها للمحاميين وبرده مش هتخرج، والعقوبه اللي مستنياها من سنه لخمس سنوات وغرامه 100,000 جنيه. بجد لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في الكومنت.